شوية نقطة سريعة لما تركب دون سرج ومعرقة، يعني عدم الركوب دون بالسرج لا يعني بالضرورة الركوب مباشرة، يعني مباشرة على ضرر، أصلا تستطيع وضع لبادة أو معرقة إلى آخره. لماذا لا تفعل ذلك؟ ليش ما تسوي كذا؟ ببساطة زي ما قلت قبل، المعركة تعتبر ركوب دون سرج، يعني عدم وجود ركاب، ركوب سرج بدون ركابة أو معرقة اللي هي يعني زي اللبادة على ظهر الصنم بدون ركاب يعتبر زي ركوب دون سرج، من ناحية الصعوبة الناقب لطبيعة الصنم إلى آخره. لماذا لا أركب فيه؟ ببساطة أريح للحصان الركوب دون سرج. الركوب معرقة بدون ركابة أو سرج بدون ركابة هو بالفعل أقرب للركوب دون سرج من السرج، لأن ما في ركابة، لكنه أقرب للسرج من الركوب دون سرج بالنسبة للحصان بسبب الحزام على بطنه، فهو غير مريح للحصان. فالركوب بدون شيء تماما أقرب لطبيعة الحصان. نعم، والأهم كل ما بعدت من الحصان كل ما قل ارتباطك فيه. يعني باختصار اللبس نفسه، ترك من اللبادة، اللبس نفسه لو كان البنطلون مرة ثقيل أو عريض وبعدك عن الحصان بتحس بفرق، إنك كل ما كنت لاصق بظهر الحصان تماما كل ما صرت تحس فيه تماما وطبقت الطريقة اللي أنا طبقها بشكل أفضل، إنك تبغى تكون مع الحصان تماما تحس بكل شيء نفسيا وجسميا. كل ما بعدت عن الحصان كل ما حسيت إنك بعيد عنه، ففي أشياء معينة تبغى تحس فيها ولن تحس فيها إنك بعيد عنه. لا شك ان المعرقة اقرب للركوب دون سرج، لكن تبقى بعيدة عن ظهر الحصان مقارنة بركوب مباشرة. فلا شك ان المعرقة انظف من نواحي معينة واريح للخيال، لكنها ميب اريح للحصان، ميب اقرب لطبيعة الحصان، اقرب للركوب دون سرج من السرج، لكنها اقرب للسرج من الركوب دون سرج من حيث الراحة، لان الحزام واحد سرج او بدون او معرقة، بالنهاية كلها حزام فتضايق الحصان، رغم ان وزن المعرقة اقل بس بالنهاية تضايق الحصان، لكنها اريح للخيال والصعوبة فيها زي صعوبة الركوب دون سرج. لكن أنا شخصيا أفضل الركوب دون سرج زي ما قلت بتكون أقرب.